ان شاء الله كما يقولوا قبل قاعد لافاس، ما نكذبش عليك. دوك انا بالك الحلم تاعي ملي كنت صغيره بالك ما حققتوش في 2016، كنت ديت ميداليه برونزيه في الالعاب الاولمبيه تاع 2016. هاد الخطره راني حابه ما نكذبش عليك، راني حابه نسمع النشيد الوطني، هذا العفسه اللي راني متمنيتها. بيان سور ديجا في الكرون بري اللي فات الحمد لله حققت ميداليه ذهبيه، باش زدت ضمنت الكاليفيكاسيون تاعي للبطوله الالعاب الاولمبيه هذه، وان شاء الله نعاود نريح في المام نريح في المستوى تاعي ان شاء الله، ونزيد نحقق ميداليات لبلادي وللشعب تاعنا، وان شاء الله يفرحوا. هذا ما كان ان شاء الله يدعوا لنا وان شاء الله نفرحوهم. وانتم بعدا نقولكم يعطيكم الصحه بيسكو جيتم بلك الرساله تاعنا تلحقوها للشعب وللدوله، ويعطيكم الصحه والله يكون في العون، وان شاء الله نحققكم بطولات، وان شاء الله نجيبوا الميداليات وتعاودوا تجوا عندنا وتفرحوا معنا ان شاء الله.